السلام عليكم، يا أهلا وسهلا. زرنا المدينة وزرنا شيء عجيب جدا موجود داخل المدينة، أتوقع أنه بيكون من أهم الأماكن اللي موجودة مو فقط في السعودية، في العالم العربي كله، اللي راح تستهدف الناس وجميع المسلمين من كل أنحاء العالم عشان يزورون هذا المتحف والمعرض الدولي للسيرة النبوية والحضارة الإسلامية. موجود قدام الحرم، تجي في الحرم تشوف شاشة كبيرة جدا واضحة وملفتة، تعد واحدة من أكبر الشاشات السينمائية في العالم. كذا منظر جذاب رهيب ملفت للنظر، يشدك انك تدخل هذا المتحف وانت في ابعد مكان في الحرم. راح تشوف أكثر من 23 شاشة موجودة على واجهة المبنى، تعرض فيها مواد بطريقة مختلفة ذات جودة عالية على مقدمة المبنى بشكل عام. هذا هو المدخل العام للمعرض، يدخلون الناس من هنا، يجون على الاستقبال. أول قسم موجود هنا قبل لا تبدأ تدخل في سيرة الأنبياء عليهم السلام أو تدخل في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا القسم يتحدث عن الله عز وجل، ثم تنتقل على القسم الثاني اللي يتكلم عن الكون. نجي عند القسم اللي بعده، هذا القسم يتكلم عن الأنبياء عليهم السلام. شوف الشاشة الكبيرة هذه، معروض هنا كل نبي وأين بعث وإيش يتميز فيه. هذه الشاشة عجيبة فعلا، هي لخصت أتوقع مئات الكتب بطريقة عرض سهلة وعجيبة. فيها معلومات عن الأنبياء. لو مثلا قلت لك النبي يوسف عليه السلام كم لغة يتكلم؟ تعرف؟ أنا ما أعرف، نبي نعرف الآن أنا وياك. تدخل على اسمه، بعدين يطلع لك العبرانية والعربية، وهنا يطلع لك المرجع. لو بتقول طيب أثبت لي، تضغط على المرجع تطلع لك المراجع اللي استدلوا فيها. من هنا نبدأ في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم ابتداء من عند هذه الشاشة. هذه الشاشة يعرض فيها محطات حياة النبي صلى الله عليه وسلم، من أول سنة انولد فيها إلى وفاته عليه الصلاة والسلام. لو بتجي هنا مثلا بتعرف معلومات غريبة وجديدة، لما كان عمر النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنوات في السنة 43 قبل الهجرة، تضغط عليها تطلع لك معلومات عنه. تروح هنا مثلا لما كان عمره 26 سنة، يطلع لك كذلك معلومات عنه. في صديق لك هناك تبغى ترسل له المعلومة عشان يقراها، تقول له أبو فلان استقبل هالمعلومة مرة حلوة لك. هذه الشاشة لخصت كتب عن محطات حياة الرسول صلى الله عليه وسلم من ولادته إلى وفاته اللهم صل وسلم عليه. هنا هذه الشاشة تحكي عن سيرة جسد الرسول صلى الله عليه وسلم كأنك تراه، أصبعه، لحيته، فمه، إذنه، شعره، خده، حاجبه، وجهه، كلها بالتفصيل، وأي شيء تضغط عليه